جمهور برشلونة كان فاهم كويس انها مسألة وقت، لانه مرة في اثنين في ثلاثة في اربعة في خمسة بتتكرر نفس الاخطاء الفردية، فاذا الفريق اللي ما عندوش دفاع كويس زي ما كان الامر نسبيا الموسم اللي فات لازم هتقع. وكويس انك تقع دلوقتي قبل توقف تقدر تعالج فيه شوية. سقوط في التعادل بالتعادل امام جرانادا 2-2 مع فوز ريال مدريد، فاصبح الريال متقدم بفارق 3 نقاط. لكن الفكرة انك تقف عند اللي شرحناه الحلقة اللي فاتت في برشلونة وفي خط دفاع برشلونة، وعن انه ليه الفريق بيمر بهذه الازمة قياسا باللي حصل الموسم اللي فات، ويبدو ان مفاتيح قوة الفريق او سلاح مهم جدا من اسلحة الفريق وهم ظهراء الجنب كانسيلو وبالدي، تقدمهم والشكل الهجومي اللي شرحناه بوجود خمسة بيهاجموا دايما مكلف الفريق كتير طول ما انت ما انتش قادر تثبت شكل للدفاع، طول ما انت ما انتش قادر تظبط وقفه للدفاع. بين قوسين دي مش معلومه او دي مش حاجه، دي اول حاجه وجهه نظر اقولها النهارده، انه تشافي جوده المدرب شخصيا علشان يحفظ وقفات في الحالات الدفاعيه لسه تشافي ما وصلش لهذه الدرجه من الخبره، ومحتاج اللي يساعده، ومحتاج انه طاقم محللي الاداء يشتغلوا معاه اكتر ويشتغلوا مع اللعيبه فرديا بالذات اكتر. هذا ما قام ديدك بيرت الصحفي في سبورت بلور الكلام ده كله، وخرج بتقرير عن المباراة بيشرح فيه كل الكلام ده. لكن المصيبة الأكبر في موضوع التحكيم دي اللي جايين لها حالا، وأرجوكم احضروا لنا الكابتن سمير عثمان الآن عشان الموضوع كبر مننا جدا. قال إيه بقى ديدك بيرت الصحفي في سبورت الكاتالونية؟ قال إن اللي حصل ده طبيعي لبرشلونة، طبيعي، لأنه خط الدفاع ما ثبتوش، ما عملتش حاجة جديدة، بل إنك تلقيت 10 تجوان في 9 مباريات وهو كارثة، نظرا ان الفريق تلقى نفس عدد الاجوان دي في دوري الموسم اللي فات كله في 31 جولة. اللي جاي هي الاهم، احد اهم اسباب الخلل الدفاعي لبرشلونة انك بتغير في طريقة الدفاع من 3 اراوخو كريستنسن كوندي ل2 مع اضافة جناح هجومي جديد يمين وشمال، بلدي بقى بيروح، كانسيلو بقى بيروح، يامال بقى بيخش. ضمان توازن الفريق في ظل وجود ظاهرين هجوميين هو ده التحدي الأكبر لتشافي. اللي جاية تأكيدا على الكلام، ضد إشبيلية وبورتو وجرانادا بالدي واصل الهجوم الشديد لكنه بدأ يرجع للدفاع شوية، وده اللي سمح ليه أنه يسرد لاعبي الدفاع عندما يشن المنافس هجمات مرتدة. قبل مباراة إشبيلية كان تشافي بيستخدم بالدي كجناح في نفس وقت تقدم لامين يامال أو رافينيا علشان تخلق المساحة لجواو فيليكس في العمق، لكن ده تسبب في أزمة دفاعية.